هلا والله فيكم بحلقة جديدة من توب 10. هذه المرة جبنا لكم أكثر 10 خرعات في الألعاب الرعب، وراح نستثني منها الألعاب اللي كلها خرعات مثل Outlast و Five Nights at Freddy's، لأن لو راح نسويها راح تكون لسه 100 لقطات خرعات. وقبل ما تبدون لا تنسون تضغطون اللايك واشتركوا بالقناة، والحين خلونا نبدأ. في المركز العاشر معانا لعبة Doom 3. هي تعتبر أول لعبة ريبوت للسلسلة، وتغير أسلوبها بأنها صارت تركز على عنصر الرعب والقصة أكثر من الأجزاء السابقة. اللعبة نزلت على ويندوز في 2004 واخذت تقييم وثناء كبير عليها من النقاد، وبعدها في 2005 نزلت على جهاز الاكس بوكس الاسود. والمقطع اللي كان فيه خرعة قوية هي، خلوني ارسم لكم صورة بحيث تعيشون الجو في اللعبة. تخيل انك جالس تلعب اللعبة لساعات طويلة، ووقتها تعودت على الوحوش وقتلهم والاماكن المظلمة والخرعات العادية اللي من الزوايا وكل شيء. وكان داخل ممر شبه مظلم، تنزل من الدرج وتوصل باب كبير قدامك، تفتح الباب ويطلع لك وحش فجأة. شفت كيف؟ باب عادي شكله مثل الباب اللي قبل، بس حول إلى مصيدة. هنا الرعب بذاته. في المركز التاسع معانا لعبة Until Dawn. لعبة Until Dawn نزلت حصريا على جهاز بلاي ستيشن 4 من مطور بريطاني شبه جديد وما عندهم خبرة في مجال ألعاب الرعب. كل اللي سواه وقتها أنهم نقلوا لعبة Killzone من جهاز بلاي ستيشن 2 إلى بلاي ستيشن 3. لعبة Until Dawn هي لعبة رعب منظور ثالث بتصوير كاميرا قريب من ألعاب Resident Evil الأولى. فكرتها أنك تعيش في فيلم قصة رعب والتحكم بشخصيات كثيرة، ومصير كل واحد منهم يعتمد على قراراتك اللي تسويها في اللعبة. اللعبة لاقت إعجاب كثير من الجمهور وباعت بشكل حتى المطورين نفسهم ما كانوا يتوقعونه. الخرعات اللي في اللعبة كانت كثيرة ومتنوعة، بس طبعا الجيم بلاي فيها كان أكثر، وميزة الخرعات أنها كانت تصير من غير ما تتوقعها، مثل هنا أو هنا. لكن أكثر خرعة تخوف واللي تتوقعها هي هذا. في المركز الثامن معانا لعبة Eternal Darkness. هي تعتبر لعبة رعب سايكولوجي أو نفسي من تطوير Silicon Knights. أشهر ألعاب لهم بعد هذه هي نسخة Metal Gear الأولى Twin Snakes على جهاز الجيم كيوب. فكرة اللعبة أنك تلعب شخصيات مختلفة، كل واحدة فيهم موجود في عصر مختلف من الماضي إلى المستقبل. وأهم ما كان يميزها هو السانيتي إفكت أو مفعول الصحة العقلية، وهو عبارة عن تأثيرات تصير فجأة في وسط اللعب لما ينزل عداد السانيتي حقك، وتصير حاجات غريبة مثل قناة التلفزيون تتغير من نفسها، أو صوت اللعبة يعلى ويكسر من نفسها، أو حتى يخرب عليك الجهاز كأنه ويندوز. لكن أكثر خرعة في اللعبة تجيك هي المقطع كان أن البطلة تدخل دورة المياه وأنتم كرامة وتروح البانيو، وفجأة بنت ميتة قدامك. الفكرة ان هذا المقطع يطلع بعد فترة كثيرة من الصمت واللعب العادي، عشان كذا يكون وقتها جدا يخرع. في المركز السابع معنا لعبة Clock Tower. هي تعتبر من اوائل سلاسل العاب الرعب حتى قبل Resident Evil، واول جزء لها نزل على جهاز السوبر نينتندو. فكرة اللعبة انها كانت من نوع البوينت اند كليك، يعني اشر وانقر باستخدام الفأرة. قصة اللعبة تتمحور حول بنت في دار الايتام يحاول يقتلها قاتل مجهول ويسمى رجل مقص لأنه ماسك بيده مقص كبير. في النهاية تقتله وتهرب من دار الأيتام البطلة. أما الجزء الثاني يرجع مرة ثانية، لكن هالمرة على جهاز بلاي ستيشن 1، والبطلة تكبر وتقدر تلعب أكثر من شخصية مختلفة. اللعبة فيها خرعات كثيرة، بس أكثر واحدة تخرع هي لما تدخل مكتب ويكون هدوء وتلقى شخص جالس على الكرسي، تقرب له ويصير كذا. في المركز السادس معانا لعبة Fatal Frame 3. Fatal Frame هي سلسلة مميزة بفكرتها الجديدة وتقمصها للفولكلور الياباني المرعب. الفكرة انك تلعب شخصيات مختلفة، وفي كاميرا معاك عندها القدرة على صيد وقتل الاشباح عن طريق التصوير. والرهيب فيها ان البيت اللي تدخله يكون مهجور ومليان اشباح، وكل شبح له نوع وطريقة عشان تقتله، وفي انواع عدسات تركب على الكاميرا مختلفة. اللعبة نزل منها اجزاء كثيرة، بدت من بلاي ستيشن 2 وانتهت في الويو. المقطع اللي كان يخرع هو هذا. اترككم مع لعبي، تشوفوني وانا العب وتشوفون ردة فعلي لما صار لي المقطع. هاي عروسك في امك، لا تخليني كذا. في المركز الخامس معانا لعبة فير. تعتبر من أوائل ألعاب الرعب بالمنظور الأول، واللي حطت الأسس اللي اتبعتها بعدها باقي ألعاب الرعب بالمنظور الأول.
اللعبة فكرتها أن أنت تكون أحد أفراد فرقة خاصة وهجمتوا على مبنى فيه بنت صغيرة جنية عندها قدرات غريبة وكل شوي تطلع لك وتهلوس بمخك. اللعبة فيها مقاطع رعب كثيرة ومتنوعة واخترت لكم هذا المقطع. في المركز الرابع معانا لعبة PT في جيمسكوم 2014 استعرضوا الديمو باسم PT. المفاجأة أن الديمو توفر فور انتهاء استعراضه والناس بدأوا يلعبون الديمو، وفكرته بسيطة جدا. أنت محبوس في الدور الأرضي للبيت وكل شوي تدور فيه وتدخل من باب وترجع لنفس المكان، لكن مع كل دورة تدورها يصير في تغيرات في المكان والأحداث اللي تصير فيه أيضا تتغير. في النهاية لازم تحل لغز عشان تطلع من البيت. المقطع اللي يخوف فيه هو أنه يكون في راديو يشتغل في اللعبة ويقعد يقول قصة أب قتل عائلته، وفجأة تسمع الراديو يوقف ويقول انظر خلفك، بعدين يرجع يعيد كلامه ويقول أنا قلت لك انظر خلفك، وأول ما تنظر خلفك في المركز الثالث معانا لعبة سايلنت هيل. بلا شك تعتبر من أفضل ألعاب الرعب النفسي. الجزء الأول لها صدر على بلاي ستيشن 1 وكان يعطي جو رعب مميز وجديد باستخدام الضباب في المدينة ويخليك تحس بجو الخوف والوحدة ويرفع من عامل الغموض. اللعبة فكرتها تلعب شخصية هاري ميسن ويبحث عن بنته في مدينة سايلنت هيل. أكثر مقطع يخرب فيها كان لما تدخل غرفة فيها خزانات كثيرة وتسمع الصوت طالع من واحدة منهم، ولما تقرب أما المركز الثاني عندنا لعبة Resident Evil. بلا شك سلسلة Resident Evil تعتبر من أفضل سلاسل ألعاب الرعب اللي تعتمد على البقاء، وأيضا هي السلسلة اللي وضعت الأسس اللي تبعتها ألعاب الرعب من بعدها بالمنظور الثالث. ما أحتاج أذكر أي شيء عن هذه السلسلة أو اللعبة لأنها معروفة للكل. المقطع اللي يخوف طبعا الكثير راح يوافقني أن هذا هو اللي قدامكم الحين. أما المركز الأول عندنا لعبة Alone in the Dark. تخيل نفسك في عام 1992 وشريت لعبة جديدة على جهاز 3DO حقك مكتوب في الغلاف اسم وحيدا في الظلام أو Alone in the Dark، وما في أي شيء ثاني تعرف عنها. شغلت اللعبة وبغيرتك الرسوم اللي في اللعبة وعجبك كيف إن شكل البيت الكبير والاستكشاف فيه. بعدين دخلت غرفة ولقيت صندوق، ولما راح تبي تفتحه هذه لعبة Alone in the Dark، وتعتبر أول لعبة رعب ثلاثية أبعاد واللي بدت أيضا فكرة المنظور الثالث في الرعب. فيها أفكار كثيرة وألغاز بعد، صدر منها أجزاء كثيرة لكنها كلها فشلت، وحتى Resident Evil طورت الفكرة منها وتفوقت عليها. وهذه كانت التوب 10 لأخر أكثر خرعات في ألعاب الرعب. قولوا لي ايش رايكم بالحلقة، وهل تعرفون خرعات ثانية ما ذكرناها؟ اكتبوا تحت في الكومنتس، وإذا تبون جزء ثاني أيضا اكتبوا تحت بالكومنتس، وأيضا إذا عندكم فكرة ثانية الألعاب خلينا نقول توب 10 أي توب 10 في بالكم اكتبوا تحت في الكومنتس، كلنا نقرأ الكومنتس وبنشوفه ونشوف ايش اللي يناسب نحطه في الحلقة اللي بعدها. وأيضا لا تنسون اللي ما اشترك في القناة يشترك، نحتاج دعمكم جدا جدا جدا، نبغى نوصل مليون وإن شاء الله ما نقدر نوصل إلا بفضل مساعدتكم أنتم، وبإذن الله راح نسعدكم في البرامج الزيادة نجيب لكم إياها. كما كنت الشيحة، يعطيكم العافية، مع السلامة.